بالنسبة للمشروع ديال فضاءات الحوار حول المواطنة وحقوق الإنسان، هو يندرج ضمن إطار البرامج التي ينفذها المركز، اللي هي متعددة ومتنوعة، حيث أن المركز كيشتغل على يعني مجموعة من المحاور والقضايا، كقضية الهجرة، قضية التعليم. ومن بين القضايا اللي كيشتغل عليها المركز وكيحاول أنه يحقق فيها واحد الرصيد على مستوى الفعل المدني والفعل الجمعوي، هو الشغال في المؤسسات التعليمية والعمل على نشر ثقافة وقيم المواطنة وحقوق الإنسان. التحدي دابا الأول هو هاد الأزمة التي نعيشها اللي هو كورونا، لأن المشروع كان من المفترض أن يكون حضوريا، الآن يعني حاولنا أنه يكون بعض الأنشطة عن بعد. كنظن هذا هو أهم تحدي، اللي هو تحدي تعرفه جميع التنظيمات والجمعيات ديال المجتمع المدني في المغرب وفي العالم، لأن بالفعل كانت واحد دينامية خصوصا في مجال الشبابي والجمعيات الشبابية، ولكن للأسف نتيجة هذه الأزمة كان واحد التراجع، ما عدا بعض اللقاءات التي تتم عبر عن بعد أو في مواقع التواصل الاجتماعي. الفئة المستهدفة اللي غادي يشتغل عليها المركز في هذا المشروع هما الشباب، لأن أصلا برنامج مشاركة مواطنة يستهدف الشباب ويستهدف النساء، هذه الفئة المستهدفة. بالتالي احنا المشروع حينما تم إعداده، يعني بحكم أن المركز عنده واحد الرصيد في الاشتغال مع الشباب، خصوصا كما قلت لك في مجال التعليم، في مجال القيم، في مجال كذلك الديمقراطية إلى آخره. بالنسبة احنا مثلا نعطيك تجربتنا، كنا في الانتخابات يعني ديال 2015، المركز نظم يعني 4 لقاءات جهوية مع الشباب في جهات مختلفة، جهة الدار البيضاء سطات، جهة ديال طنجة، الجهة ديال الرباط قنيطرة، الجهة ديال كذلك مشينا حتى الجديدة. كان واحد التفاعل كبير، واحد الإقبال كبير حول هذا النقاش على المشاركة السياسية، وكما أنه عبرنا في مجموعة من الحوارات وكذلك في الدليل الذي أصدره المركز حول المشاركة السياسية أن الشباب غير عازف، وبالإضافة إلى ذلك أنه يريد أن يشارك وأن ينخرط، ولكن المشكل في بنيات الاستقبال، المشكل في بنيات الاستقبال والمشكل في التأطير. يعني هو المشكل دابا، حيث سابقا كانت مؤسسات تقوم بدور التأطير ودور كذلك التأهيل ديال الشباب، بحال كما كنشوفوا الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، الجامعة، دابا هذه المؤسسات انسحبت عن دورها، بالتالي هناك واحد النوع من الفراغ. بالتالي أنا لا أعتقد أن الشباب عنده مشكل مع الديمقراطية أو مشكل مع المواطنة، ولكن المشكل في من سيوصلوا هذه الأفكار. كتشوف المدرسة كتعيش أزمة، المشهد السياسي هنا في أزمة، ما كاينش انفتاح هذه المؤسسات على الشباب، بالتالي فهو يتخذ موقف من هذه المؤسسات لأنها ما كتجي الحملة إلى آخر عدد. بشكي احنا دائما في المركز عندنا هذا الهم ديال كيفية يعني إدماج الشباب في الحياة العامة أو في الحياة السياسية. طبعا الحال ماشي دعوة إلى الانخراط في الأحزاب، ولكن يفهم المفاهيم السياسية، شنو هو الحزب، شنو هي الديمقراطية، الديمقراطية التشاركية. احنا دائما عندنا هاد الهاجس داخل المركز، وعبر هذا المشروع ديال فضاحات الحوار حول المواطن حقوق الإنسان عندنا أهداف، هي اللي قلت لك الأهداف الفرعية أو الأهداف الخاصة. من بين هاد الأهداف الخاصة هو التشبع بقيم الديمقراطية، كيفية تدبير الاختلافات الموجودة في المجتمع، بين مجموعة من الأطراف اللي كتكون مختلفة إما في الرأي أو إما في التصور. بالإضافة إلى ذلك أهم هدف فرعي يعني أو خاص في هذا المشروع هو تكوين يعني واحد الجيل من الشباب قادر على الاندماج في الحياة الاجتماعية وفي الحياة كذلك السياسية. حيث هنا الهدف اللي زعما بنيناه من خلال تنزيل هذا المشروع هو كيفية يعني هذاك الشيء اللي غادي ياخذه الشاب، يعني كيفاش ينقلوا إلى فضاءات أخرى، مثلا دور الشباب، مثلا اللي بغى ينخرط في حزب ياخذ بعد العده المفاهيميه، لان مشكل ديال الشباب حاليا هو انه لا ما عندوش الجانب المعرفي. بالتالي نحن في هذا المشروع نريد ان نغطي الجانب المعرفي حول هذه المفاهيم اللي هي اساسيه في التكوين ديال الانسان، في تكوين الفرد، ومن اجل انخراطه في المجتمع.